بعد مرور 33 دقيقة لم نشاهد أي حضور هجومي. هنا لمسة، هنا أوشيه، هنا التقدم، هنا ممكن ثالث وبالشوط الأول بمرمى الرفاع بثلاثية شاهد لمسة محمد فارس، وهنا أوشيه تقدم وبعد الذهنية والأسود في هذه المباراة أمام النجمة. كرة خطرة الآن، هنا لمسيو بمقياس 6 أخطر. شاهدون الاستلام، هنا هاته من الشباك يا الكعبي. هو نعم النجمه